ولنقاش ملف واقعي صحفيين في العراق في ظل الانتهاكات المرتكبة منذ انطلاق ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. في ظل محاولات السلطة لخنق الحراك الشعبي واستهداف الصحفيين، ولعل ما جرى لأحمد عبد الصمد وصفاء غالي أبرز مثال لهذا الأمر، برأيكم هل يمكن للقوات الحكومية والميليشيات التابعة لها خنق الحراك الشعبي في العراق؟ نعم، بداية أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. ملف الصحافة والإعلام هو ملف مهم وحساس بالعراق، كون العراق ما يجري به الآن من أحداث متسارعة ومهمة جدا تحتاج إلى نقلها بصورة مجردة من أي تبعات وأي أهواء أخرى. الصحفيون العراقيون والناشطين يعانون من هذه المشكلة بشكل كبير، ولعل الحراك هو المستهدف الأول من هذا الاستهداف للصحفيين، كون الصحفيين هم المرآة العاكسة لما يجري الآن في أحداث العراق. الحراك يدرك جيدا أن الصحفيين يقومون بدور مهم وأساسي، وخاصة نحن نتحدث عن الصحافة الغير تابعة للأحزاب والميليشيات والغير تابعة للحكومة، عكس قناة للأسف العراقية التي مجرد هذا الاسم لا ينطبق عليها أبدا كونها قناة الحكومة، ولكن هناك صحافة مستقلة، صحافة تعمل على الأرض بشكل واضح وتنقل الحقيقة رغم محاولات الحكومة تكتيم على الصحفيين وعلى الحراك الشعبي في العراق، إما عبر قطع الإنترنت وإما باستهداف الصحفيين والإعلاميين في العراق. نعم، رغم كل التحذيرات التي قامت بها المنظمات الدولية غير الحكومية من قتل الصحفيين في العراق، إلا أن الميليشيات واصلت قتلها لعدد من الصحفيين. برأيكم لماذا هذا التحدي في قتل الصحفيين واستهدافهم بشكل مباشر؟ سيدتي فاضلة، نحن بالعراق كلنا نعلم بأن الأحداث كثيرة منذ احتلال العراق، هناك دم عراقي يسكب في جميع المحافظات العراق بسبب الأوضاع المتردية وبسبب الميليشيات والقتل والمتطرفين وغيرهم من ميليشيات الموت، ولكن عندما يتم استهداف الصحفيين فهذا يثير بلبلة كبيرة داخل البلد، يحسبون بأن المتظاهرين والحراك الشعبي والمواطن سيخاف من المطالبة بحقوقه، لذلك نجد استهداف الصحفيين وعدم استجابة الحكومة لتوفير الأمن لهم، يعتقدون بأنه السبيل الوحيد لبقاء هذه الحكومة في مناصبها، كون استهداف الصحفيين يعني كبت الحراك الشعبي في العراق في المحافظات الجنوبية وفي بغداد، لذلك يحاولون استهداف هذه الشريحة التي تنقل عبر استهدافهم رسائل للشعب العراقي بأن مصيركم الموت مثل هؤلاء الصحفيين، ولا تستجيب الحكومة لكل المنظمات والمناشدات الإنسانية عبر المنظمات الرسمية وشبه الرسمية العالمية. نعم، رغم كل الدساتير الدولية والمواثيق العالمية أيضا تكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد في العراق. ما هي السبل التي يمكن أن يلجأ إليها الصحفيون في العراق لتسهيل أداء مهامهم ونقل حقيقة الأحداث التي تجري هناك وحماية أنفسهم في نفس الوقت؟ بداية أود أن أوضح نقطة مهمة جدا، بأن العراق يعتبر من أكثر دول العالم استهدافا للصحفيين، ويشعر الصحفيون والعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحتى موقع التواصل الاجتماعي بأنهم مستهدفين من قبل ميليشيات ومن قبل حكومات إلى آخره، ولكن علينا أن نتذكر جيدا بأن هذا ما سنه الاحتلال بعد 2003، ولدينا أرقام مخيفة عن استهداف الصحفيين، علما بأن الاحتلال الأمريكي قام أيضا باستهداف الصحفيين، ولعل وثائق ويكيليكس نشرت ما تم استهدافه من مثل أحد الصحفيين على سبيل المثال للحصر الزميل نمير نور الدين في وكالة رويترز، كذلك هناك العشرات من الصحفيين والإعلاميين الذين تم استهدافهم
في العراق أو عبر التعذيب الاعتقال، والمتكلم من ضمنهم في عام 2013. وأنا كنت ممثل مرصد الحريات الصحفية، وهناك قمت بتوثيق العشرات من الانتهاكات ضد الصحفيين في مدينة الموصل، وكذلك شاهدت بأم العين ما يحدث للصحفيين في عموم المحافظات العراقية. إذن هذا ديدن الاحتلال، وهو مستمرين عليه منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. بالرغم من كل هذا القمع والجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لأنهم مستمرون في نقل وقائع وتطورات ثورة تشرين، كيف يفسر هذا الإصرار رغم أنهم على خط الخطر وإمكانية فقدان حياتهم في أي لحظة؟ أحمد عبد الصمد وضح ذلك بفيديو يشعر أنه مستهدف وسوف يموت، وقال بأننا سنستمر. كل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والذين يدعمون الثورة والحراك الشعبي السلمي، كلهم لديهم رسالة سامية، وهم ليسوا أفضل من المتظاهرين. فنحن كصحافة وكإعلام وكأشخاص وطنيين نحاول أن نقدم كل ما يمكن لأجل أبناء البلد، نحاول أن نكون جزء من هذا الشعب وننقل الصورة. نعتقد بأن علي نحن كصحفيين وإعلاميين نحمل رسالة سامية، وهي إظهار الحقيقة. والحكومات والميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران تحاول طمس هذه الحقائق عبر قطع الإنترنت، وعبر الترهيب والترغيب أيضا، وعبر التعذيب. وهذا ما يحدث الآن في العراق، وكذلك يحدث الأمر في إيران أيضا. لذلك نشعر بأننا جزء مهم جدا، وعلينا مسؤولية كبيرة. نعتمد على الوسائل المتاحة لنشر الحقيقة الكاملة، وإن شاء الله سنبقى على هذا المنوال كعراقيين كصحفيين، ونجعل من القضية هذه قضية مركزية لكل العراق حتى ينهض العراق من جديد. شكرا جزيلا لكم الصحفي والإعلامي العراقي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.